تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع قول اللهم افتح لي أبواب رحمتك خاصة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا عام في كل مسجد، المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى، وسائر المساجد. هذا الذكر يقال عند دخول المساجد، في عموم المساجد. نعم.